زي ما قلت لكم النهارده طبعا التدريب النادي الاهلي ابتدى الساعه 4 عصرا على ملعب مختار التتش، عشان نعرف بقى تفاصيل اكتر عن تدريب الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش. معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا شريف، وعايزه اعرف منك اخبار وكواليس تدريب النهارده. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن تمرين الاهلي مستمر الان امامي في ملعب التتش، يمكن بدا التمرين في 4 عصرا استعدادا لمباراه بيراميدز الخميس القادم في ملعب بيتو سبورت. خليني اقول لك ان كان في محاضره لمستر رشادي مع اللاعبين حوالي لمده 5 دقائق، اتكلم فيها عن غلق الملف الافريقي بكل مره وكل حلاوته، والتركيز فقط في بطوله الدوري الممتاز، التركيز فقط على تقديم عرض مشرف امام بيراميدز، التركيز في الفوز ومصالحه جماهيره بالفوز ببطوله الدوري الممتاز. يمكن مستر جلساتي بعد عقد جلسه مع اللاعبين، كان في جلسه ايضا مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سيد عبد الحفيظ الان يمكن بيعقد جلسه مع اللاعب مؤمن زكريا، يمكن في اول ظهور لي النهارده في اول تمرين، يمكن شارك في جزء من التمرين واكتفى بتمرين الجيم بعد جزء من التدريب البدني، والان بيعقد جلسه مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. خليني ارجع واقول لك ان كان لاسارتي عمل جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن حوالي 4-5 دقائق برضه، وبعد كده اللاعبين اللي شاركوا في المباراه الاخيره يمكن اكتفوا النهارده بتمرين خفيف، يمكن الريكفرنج زي ما بيقولوا علشان خاطر راجعين من المباراه. باقي اللاعبين يمكن عملوا تدريب بدني قوي جدا، وبعد كده عملوا تمرين تخصصي على الجول، والان عاملين تقسيمه في تقسيمه صغيره في وسط الملعب. مستر لاسارتي حريص كل شويه ان هو يوقف التقسيمه ويصلح الاخطاء، ولاسارتي شايفه امام امامي دلوقتي بيتكلم مع الكابتن محمد يوسف وبيتكلم فيه عن التقسيمه. على الجانب الاخر الكابتن طارق عبد العزيز كان التأهيل مستمر لاسلام محارب، يمكن اسلام محارب ما شاركش التمرين في اليوم، ولكن احمد الشيخ شارك التمرين كامله، واحمد الشيخ شارك التقسيمه امامي. يمكن احمد الشيخ يعلن جاهزيته ايضا لهذه من مباراه بيراميدز. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان وتدريب الحراس شريف اكرامي علي الوطي مصطفى شوبير تمرينه قويه جدا ادوها الثلاثه بكل براعه وبكل تالق، يمكن تالق فيها شريف اكرامي بشكل ملفت النظر. وبعد انتهاء التمرين كان الكابتن طارق سليمان عقد جلسه مع شريف اكرامي اتكلم فيها حوالي 3-4 دقائق. زي ما قلت لك التمرين مستمر الى الان. طبعا غادر الى المانيا طبعا سعد سمير ووليد سليمان، نتمنى شفاهم يا رب ويرجعوا بألف مليون سلامه. الكل يمكن بيتاهب لمشاركه بيراميدز، الكل مركز في مشاركه بيراميدز عشان خاطر يصالح جمهور النادي الاهلي ببطوله الدوري. نتمنى باذن الله الاهلي يوم الخميس يكون التوفيق معاهم ان شاء الله باذن الله. شريف طبعا احنا كلنا شفنا المنظر الجميل جدا اللي بيدل على الانتماء وعلى حب جمهور النادي الاهلي لفريقنا، شفنا ده طبعا بعد لقاء سان داونز الجنوب افريقي في ملعب برج العرب، بعد طبعا ما للاسف ودعنا البطوله، لكن شفنا بعد كده تحيه الجمهور للعيبه. ده اكيد طبعا ليه يعني وقع على نفسيه اللعيبه وعلى معنوياتها، شايف النهارده معنويات الفريق عامله ازاي؟ شيماء خليني اقول لك ان جمهور النادي الاهلي غير، جمهور النادي الاهلي بيعمل اللي محدش بيعمله في العالم، مش في مصر بس، جمهور النادي الاهلي لما بيروح يشجع فرقته او يروح يحضر مباراه فرقته مغلوبه فيها 5 تكاد تكون مستحيله في او معجزه في زمن التمثيل معجزات، وبيروح يحضر بالكم ده كله جمهور ما حصلش في العالم. لعيب الفريق النهارده قبل بدايه التمرين من الكواليس من الفرقه، انا مصاحب يعني لعيبه كتيره جدا وبتكلم مع لعيبه كتيره جدا، الناس جايه عاوزه تصالح جمهور النادي الاهلي، بيقولوا احنا خلاص احنا فرطنا في بطوله افريقيا، لازم نجيب بطوله الدوري علشان نصالح جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يستحق الكثير ويستحق الفوز بجميع البطولات، يستحق ان احنا نصالحه نكسب بيراميدز ناخد بطوله الدوري علشان نصالح يبقى اقل اعتذار لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي هو بطوله الدوري ممتاز. انا بقول لك من الروح المعنويه اللي في التمرين قدامي، من الكلام مع اللاعبين، لا لا اللعيبه مصممه، اللعيبه عاوز تعمل حاجه لجمهورها، عاوز تعمل حاجه تصالح بيها جمهورها، باذن الله يوم الخميس يبان الكلام ده في ملعب بيت سبورت ويكون الفوز حديث النادي الاهلي باذن الله على بيراميدز ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في استاد مختار تتش.